نمبر 2 او الويك نمبر 2 بخصوص التريننج كورس ريجاردينج بولونا بروسيس وذ ذا اسيستنس اوف مودل. اعيد واكرر اذا ممكن هذا الموقع الالكتروني، احنا راح نسجل فيه كل الدوكيومنتس الفورمز الانفورميشن المعلومات اللي موجوده كلها راح تكون دوكيومنتد بهذا الموقع. وايضا التريننج كورس احنا مصوريها وان شاء الله راح نخليها فيديوز، وايضا البرزنتيشن راح تكون ايضا متوفره وتكون بشكل متسلسل، بحيث من نوصل الى سيشن 3 او سيشن 4 احنا ممكن نسترجع هذه الفيديوز او البرزنتيشن حتى نكمل عمليه وضع الكوريكولوم والسيلبس وعملية الحساب للإي سي تي اس لكل مناهج أقسام جامعة كويا. هذا البروشور قسم من عندكم عنده موجود وممكن يسوي له داونلود. هذه بخصوص ال احنا اوريدي كملنا ويك نمبر 1، الان في ويك نمبر 2. اوكي، ان شاء الله ويك نمبر 3 راح نتكلم عن شيء اسمه الستودنت ورك لود، ونتكلم عن الاي سي تي اس كحساب. ومثل ما تشوفون هذا الستركتشر ننتهي بتطبيق مودل. هذا كان ويك نمبر 1. ان شاء الله في هذه السيشن راح نكمل نمبر 2 نمبر 3، نتكلم عن شيء اسمه الليرنينج اوتكمز. راح اجي بالتفصيل ليش الليرنينج اوتكمز، معنى الليرنينج اوتكمز، and how to achieve the learning outcomes with types of learning outcomes. هذا البلوك دايجرام اللي تكلمنا عنه، احنا بلشنا في الاكاديميك ترمينولوجي، عندكم الترمينولوجي موجوده في ثلاث لغات موجوده، في عندنا الايراكي ستدي سيستم تكلمنا عنه ايضا موجود في الموقع، موجود عندنا ايضا اوفر فيو لبولونا بروسيس، وعندنا المقارنه بين بولونا بروسيس والايراكي ستدي سيستم. اليوم راح نتكلم عن نمبر 5 نمبر 6 اند نمبر 7، كله يخص ليرنينج اوتكمز او مخرجات التعلم. ليرنينج اوتكمز او مخرجات التعلم. فحتى نتكلم عن مخرجات التعلم، لان انا احاول انه نتكلم بشكل عملي، اي بمعنى كل قسم سواء كان رئيس قسم او اعضاء القسم كيف يضعون المناهج وكيف يضعون المنهاج. في شيء اسمه كوريكولوم، في شيء اسمه سيلبس، انا اسمي منهاج ومناهج، او المنهاج وتفاصيل المنهج كيف نضعه على اساس بولونا بروسيس. راح نسوي مسائل عمليه، وانا اتمنى من عندكم انه اللي هو انفولد، واكيد كل واحد انفولد، لانه في مسائل تخص القسم وفي مسائل تخص الاستاذ نفسه، انه يعني هذه النوتس كلها نسجلها حتى بعدين يعني راح نبلش احنا من النكست سيشن راح نسوي عمليه حسابات بناء على كل قسم او كل فاكولتي كيف يصير عمليه الحساب. لكن نحتاج نتعرف على شيء اسمه كتالوج، عندنا ديبارتمنت كتالوج. اذا تتذكرون الاسبوع الماضي قلنا في شيء اسمه بروجرام، في شيء اسمه ديبارتمنت، وقلنا الديبارتمنت هو يعني اكثر شموليه من البروجرام. البروجرام قد يكون نفس الديبارتمنت او يكون جزء من الديبارتمنت. في جامعه كويا البروجرام هو الديبارتمنت، ديبارتمنت هو البروجرام، ما في فرق. وايضا من اقول كورس هو نفس الموديول، والموديول هو نفس الكورس، هذا فيما يخص جامعه كويا. فاريد نعرف كيف نسوي عمليه الكتالوجينج او الكتالوج للديبارتمنت، هذا جدا مهم. وايضا نحتاج كتالوج للوحده الدراسيه اللي هو الموديول كتالوج وليس الموديول ديسكريبتر. في فرق الموديولز كتالوج وفي الموديول ديسكريبتر. وفي عندنا ايضا شيء اسمه الليرنينج اوتكمز. يعني عندي نوعين من الليرنينج اوتكمز، في ليرنينج اوتكمز على مستوى القسم، وفي ليرنينج اوتكمز على مستوى الماده الدراسيه اللي نسميها موديول او في بعض الاحيان نسميها كورس. هذه جزء كلش مهم. لا يستقيم او لا تستقيم عمليه بولونا بدون وجود ليرنينج اوتكمز. يعني مهما كان اذا لم يكن بشكل صريح القسم يعلن بشكل صريح انه ما هي مفردات الليرنينج اوتكمز للقسم،
إذن العملية ما راح تكون صحيحة، لأن كل شيء مبني على learning outcomes على مستوى القسم. بعدين راح ننزل إلى learning outcomes على مستوى المادة. أقصد مرة ثانية learning outcomes اللي هي مخرجات التعلم، يعني أنا من أدرس المادة الفلانية أو من أعطي شهادة على مستوى البروغرام أو من أدرس مادة، ما هي مخرجات التعلم؟ هذه جدا مهمة. على ضوء مخرجات التعلم، على ضوء مخرجات التعلم أبني كل شيء. بدون وجود مخرجات التعلم كل شيء غير ممكن إطلاقا. اللي أطلب أنه السيشن القادمة بإذن الله أنه كل قسم يكون عنده درافت لمخرجات التعلم. يعني كل قسم، احنا عندنا الآن 4 faculties زائدا School of Medicine، أيضا School of Warzesh أو Physical Education، وفيها أقسام. ممكن learning outcomes تكون على مستوى الفاكولتي، وممكن learning outcomes تكون على مستوى السكول، وممكن learning outcomes تكون على مستوى القسم. احنا نتكلم على مستوى القسم اللي نسميه program او department learning outcome. فنحتاج من كل قسم المحاضرة او lectures القادمة انه كل قسم يكون عنده draft يجيبه مع بما يخص learning outcomes. اوكي، راح نشوف ليش هذه الليرنينج اوتكم جدا مهمه، وعلى ماذا تعتمد، او لاحقا شنو اللي راح يعتمد عليها من الليرنينج اوتكمز. الان خلينا نشوف المسؤوليات، من مسؤول عن من. في عندي الديبارتمنت او البروجرام كاتالوج، هذا الكاتالوج للقسم مسؤوليه القسم، هذا مسؤوليه القسم وليس مسؤوليه الاستاذ. اي القسم كل، يعني لا أتكلم فقط عن رئيس القسم أو اللجنة العلمية، القسم كله مسؤول أن يضع شيء يسمى بالكتالوج أو ديبارتمنت كتالوج. وإذا أسميه بروغرام كتالوج في جامعة كويا ما في فرق، هذا الكتالوج الأول. أوكي، في شيء ثاني نسميه ديبارتمنت كوريكلوم. ديبارتمنت كوريكلوم هو جزء من الكتالوج، ديبارتمنت كوريكلوم اللي فيه سمستر 1 سمستر 2 إلى سمستر 8، وداخل كل سمستر في عندي يعني الموديولز أو الكورسز. وقلنا الموديول من وجهة نظر الطالب والكورس من وجهة نظر الأستاذ، فعندي 6 أو 5 أو 4 أو 7 كورسات داخل. هذا نسميه المنهاج للقسم، نسميه بالكوريكلوم، وفي هذا فورم يكون. وفي عندي كورس موديول كاتالوج، أحتاج كاتالوج لكل المواد للقسم، وممكن يكون هنالك كاتالوج للجامعة، ممكن يكون هنالك كتالوج للجامعة. والشيء الأخير هو الموديول ديسكريبتر فورم. الأخوة اللي هم يدرسون في سمستر 1 سمستر 2 فاكولتي أوف إنجينيرينج فاكولتي أوف ساينس يعرفون معنى الديسكريبتر أو الموديول ديسكريبتر فورم، اللي هو يشبه الكورس بوك، يشبه الكورس بوك مع بعض الإضافات والتحويرات. هذه الأربعة لازم نعرف كيف نهيئها قبل ما نبلش في حساب الستودنت وركلود أو الحمل التعليمي للطالب، وحساب الوحدات أو ما يسمى بالكريدت الإي سي تي إس أو اليوروبيان كريدت ترانسفير سيستم. هذه الأربعة فورمز تكون عادة موجودة في موجودة عندنا في موقع بولونا هنا. إذا تروحون إلى الفورمز راح تلقون شيء في كل الفورمز اللي نطلبها كقسم أو كأستاذ أو كرئيس قسم. من أحاول أبني هذه الفورمز ما يحتاج أنه أنا أسوي عملية ريستركشرنج، هي موجودة فقط تعمل لها داونلود وتسوي عملية تعبئة للديتا ليس أكثر. أول شيء راح نتكلم عنه اللي كنا نعرفه كنا نستخدمه اللي هو الكوريكلوم. الكوريكلوم هو نفس الكوريكلوم اللي نستخدمه من النظام العراقي، لكن هنا نحتاج بعض التفاصيل. نخلي في بالنا احنا عندنا 8 سمستر، وكل 2 سمسترز نعبر عنه ب اندر جراديويت 1 يعني سنه اولى، اندر جراديويت 2 سنه ثانيه، سنه ثالثه، سنه رابعه. كل اندر جراديويت يير انا عندي 2 سمسترز، راح اسميها سمستر 1 سمستر 2 سمستر 3 4 وهكذا نستمر. كل سمستر بي مواد راح نتكلم لاحقا صحيا من الناحية العلمية ومن الناحية اللوجستية يفضل أنه عدد المواد لا تزيد عن 6 مواد. واللي أي قسم يحس أنه يحتاج مواد كثيرة يمكن معالجتها من خلال شيء نسميه بالستودنت وركلود، نعالجه من خلال شيء نسميه بالستودنت وركلود، وراح نتطرق لهذه المشاكل وكيف نعالجها.
الآن إيش نحتاج؟ نحتاج الكودينج. إحنا في جامعة كوريا already we have coding system. إذا تتذكرون الكود اللي دي نستخدمه حالياً هو عبارة عن 3 digits اللي هو مختصر للمادة. وبعدين أنا عندي رموز تشير إلى الفاكولتي، إلى السكول، إلى القسم وإلى السيمستر إلى آخره. الآن هذه مستخدمة، إحنا ما ممكن نستخدم نفس الشيء، لازم نغير هذا النظام. ما تم استخدامه يجب أن لا يستبدل، يظل إلى عمر الجامعة. يعني أنا عندي مادة Control System CST5327، ما ممكن أستخدم هذا الكود لأي مادة أخرى، يظل سواء المادة بقت أم ألغيت أو السيستم ألغي أيا كان. هذه مثل Nameplate of the car، يعني رقم السيارة. فراح نستخدم هذا النظام الكودينج KOU، اختصار لكوريا يونيفرسيتي. وفي عندي 5 digits في الموقع، موجود هذه 5 digits. في عندي كل فاكولتي إلها كود، وبعدين كل قسم فيه كود، والمواد فيها كود، أوكي، مرتبة بهذا الشكل. في عندي التايتل، سواء كنت أنا أدرس في مادة، بما أنه أنا في جامعة موجودة في منطقة كردية وأيضا تتعامل بسبب المحيط باللغة العربية، فحتى لو كانت المواد باللغة الهندسة، يعني عفوا المسائل العلمية أو الهندسة، أحتاج أنه دائما أخلي أسماء المواد في 3 languages. حتى الدراسات الإسلامية كانت أو history geography دائما يكون ب 3 languages. عندي شيء يسمى بالكلاس أور، راح نبين لاحقا أنه أنا من أعبي الفورم، أنه بتفكيري أطلع من النظام العراقي. أنا ما أهتم فقط شيء يسمى بالكونتاكت أورز أو كم ساعة أسبوعيا، أنا يهمني شيء آخر، كم ساعة خارج الكلاس. فالسي أل اللي هو الكلاس أور، مثلا مادة معينة أكاديميك دبيت 4 أورز بير ويك، فأخلي 4 أورز بير ويك هنا. فيها لاب ما فيها لاب، فيها براكتيكال ما فيها براكتيكال، تعتقد أنه فيها براكتيكال 2، أوكي أخلي 2 كلاسز يعني داخل القاعة واثنين لاب. الآن في عندنا لاب وبراكتيكال، شنو الفرق؟ في فرق بين اللاب والبراكتيكال. إذا أنا مثلا قسم الكيمياء مثلا عندي بعض اللاب سيشنز أو بعض التجارب، هذه لاب. لكن في بعض التخصصات، حتى في التخصصات الأدبية، في عندهم مثلا زيارة موقعية أو مثلا يظهرون أو يطلعون إلى الفيلدز أو كذا، هذا تسمي براكتيكال. أي شيء خارج الكلاس هو براكتيكال، بس إذا كان شيء داخل معمل يسمى فهذا لاب. فأفرق بين اللاب والبراكتيكال، أوكي. ونخلي في بالنا أنه ننسى ما كنا نسويه في النظام العراقي، أنه أنا بالتقييم هنالك فرق، أنه الويت لللاب أقل، الويت للبراكتيك ما في فرق. يعني الساعة اللي يأخذها الطالب، هذه جدا مهمة، الساعة اللي يأخذها الطالب مع البروفيسور لا تختلف عن الساعة اللي يدرس بها الطالب في الكافتيريا، نفس الوزن، تعتبر ساعة. لأن قلنا احنا ما نتعامل فقط contact hours، contact hours non contact hours، نسميه structured student workload unstructured workload، وبالتالي كل شيء يحسب. ما في عندي practical وزن أقل، لاب كله يحسب كساعات، نحسبها كم ساعة نحتاج. وفي عندي هنا نصير عملية حساب unstructured والstructured workload. unstructured يعني الساعات اللي يقضيها الطالب خارج القاعة بدون الأدفايزر أو بدون السوبرفايزر، واللي مع السوبرفايزر هذه تسمى ستركتشر. نعبي هذه المعلومات ويصير بعدين نحسب الـ ECTS. بعض الملاحظات احنا دائما نتذكرها، لازم دائما انه نتذكر انه الطالب حتى يحصل على البتشلور اوف ساينس او ام بي او ام اي الى اخره خلال 4 سنوات، وهو النظام العراقي يحتاج مينيمم 240 ECTS. 200 دائما نتذكر هذه الأرقام، 240 ECTS. 240 ECTS معناته كل سمستر الطالب يجب أن يحصل مينيمم 30 ECTS. 30 ECTS مينيمم، بمعنى لو كان عندنا 5 مواد فكل مادة تكون كأفرج 6 ECTS، أوكي. فيجب أن ما نتجاوز هذه الأعداد ونخليها في بالنا. فإذا هذه ECTS تسجل. ممكن تستخدم ما يسمى بالهندسة العكسية. كيف؟ تقول أنا ما أحسب الستودنت وركلود، كيف أحسب عملية صعبة، كيف أنه أنا أعرف الطالب إيش قد يحتاج وإلى آخره. أنت تقدر تستخدم بالمقلوب، يعني تقول أنا أحتاج 6 مواد، إذا كل مادة كم ECTS راح يكون فيها؟ 5.
إذا أنت مقدما قررت بدون أنه ما تعرف كم عدد ساعات الستودنت وورك لايف، حددت 5، ترجع بالعكس تشتغل. شو تقول؟ 5، أنا جد عندي نظري نسميه الكونتاكت أور، تطرحها لأن عندي 5 ساعات، 5 ساعات، كل إي سي تي أس يعادل 25 ساعة، 25 ساعة student workload، 25 × 5 125. احسب انت جيد عندك ساعات الكونتاكت، من عندها تطلع ساعات النون كونتاكت او ما يسمى بالانستركتشرد. من عرفتها تقعد تصمم السيليبس بناء على هذه الساعات. يعني اشتغلنا بالمقلوب، صممت المادة مالتك كسيليبس اسبوعي وكليرنينج اوتكمز بما يعادل هذه ال 125 ساعة اللي هي الكونتاكت والنوكا. هاي الطريقة الأولى السهلة. الطريقة الأضبط والأفضل أنه لا، أنت تعتقد أنه الطالب هي should achieve the following 1-2-3 خلال 14 أسبوع، وبالتالي تحسب الساعات المطلوبة حتى الطالب to achieve the learning outcome، مخرجات التعلم لهذه المادة. من بعدها يلا تحسب ال 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 عملية أو تحسب الـ ECTS. فهي طريقتين، الطريقتين صحيحة، لكن الطريقتين بشرط، الطريقتين بشرط يجب أن يكون هنالك توافق بين عدد الساعات وعدد الـ ECTS. يعني أنت ما ممكن تخلي مادة 2 ECTS وتخلي عدد ساعات تعلم جدا كبيرة، لأن بالنهاية هي عملية حسابية. كل ECTS تعادل 25 ساعة، وكل مادة تحسب وفق عدد الساعات، والسمستر الواحد لا يتجاوز 30 اي سي تي اس، والبروجرام الكامل او ديجري بروجرام لا يتجاوز 240 اي سي تي اس. هذا راح نتطرق له بالتفصيل في المحاضره القادمه، وهذا هو اللي نحتاجه في القسم ان يعبي هذه. وهذه بعض التواضيع يعني او التوضيحات بخصوص الكودز، وانما الابريفيشن شنو معنى البي والسي، ويجب ان نحدد، يجب أن نحدد الـ 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 القسم الهندسي عنده كرايتيريا، عنده ثريشولد. في عندنا مواد تسميها بيسك، في مواد يسموها ريليتيد أو سبورت، وفي مواد تسمى إلكتيف، في مواد تسمى كور. بما أنهم يسعون إلى الأيبت أكريديتيشن، فهم عندهم مينيمم نمبر أوف كور سبجكت ما يقل. العلوم ممكن أيضا يشوفون انه ايش قد المينيمم يكون عندهم يتناسب مع افضل اكريديتيشن بادي، لانه الاكريديتيشن بادي يطلب مينيمم يعني اقل الكور سبجكت. طبعا انا عندي المواد البيسكس، البيسك هي الاساسيه واللي تشمل ايضا اللي هي الكومن سبجكت اللي هي نقصد بها الكوردولوجي والاكاديميك ديبيت الى اخره، وفي عندي ريليتد اللي هي مو كور الى علاقه بالكور، في الكور. الالكتف هو نفسه كور، لان انت ما تقدر تعطي كل الكورز. يعني في المحاضرات الخاصة بالقسم مالتك أنت ما تدرس طالب كل شيء، أنت تدرس المهم وتعلمه كيف أنه يوصل إلى منبع المعلومات. ما في وقت أنه تنطي كل شيء يعني، ولا إذا هيك إحنا ممكن ننطي 30-40 مادة بالسمستر، وبالتالي لا هو مستفاد ولا إحنا فاهمين شيء ومشغولين في الامتحانات. وأنا في بعض الجامعات في الإقليم من شهر 9 تبدي امتحانات، تنتهي في شهر 9، فقط امتحانات، فقط امتحانات. يعني عندها ناس متخصصة فقط للجان، وهذه عملية غير صحية. يعني نحن نمتحن أكثر مما ندرس، وهذه مسألة مو صحيحة. يعني الغاية من عندها أنه إحنا ما نزيد هذه العملية وإحنا ننطي الكور. ففي بعض الأحيان، وهذا شيء ضروري يجب، وهذه حتمي وكومبلسري، يجب أن يكون هناك إلكتف كورس، مينيمم 2 إلكتف كورس. كل ديبارتمنت عنده مينيمم 2 إلكتف كورس. وخلي في بالنا، من أقول إلكتف كورس نقصد به أو إلكتف موديول، هو كور، هو كور إلكتف. يعني ممكن كل سنة أبدل مادة أضيفها جديدة، أو إذا كان عندي فسحة من المساحة وعدد من الأساتذة ممكن أطرح 2-3 والطالب هو يختار، بحيث مجموعة من الطلبة يختارون هذا الإلكتف أو الآخر إلى آخره. لأن بالنهاية الفرق بين النظام العراقي الأساس هو مو تبعية الطالب، مو القسم. يعني أنا مو أحسب أنه كم سنة ويطلع، لا، أحسب كم ECTS يكمل، كم هذه جدا مهمه. يعني كم ECTS مع الحفاظ على المينيمم كور سبجكت اللي هي الكور سبجكت. هذا مطلوب من عندنا نسويه داخل القسم. هذا نسميه بالكوريكولوم. عندنا الموديول ديسكريبتور، كل ماده موجوده في الكوريكولوم يجب ان يكون لها شيء يسمى بالكورس بوك،
course book. احنا ما نسمي course book، نسمي course descriptor or module descriptor. هذا الموديول descriptor فيه تفاصيل، هذا بالحقيقة هو الكونتراكت بينك وبين الطالب، هو هذا الكونتراكت بينك وبين الطالب. هذه مسؤولية الأستاذ، كل أستاذ هو يصمم وهو يضع كل المعلومات الخاصة بالموديول ديسكريبتر. هذا الموديول ديسكريبتر نشوف هنا في التايتلز، في كل الانفورميشن، في البروفيسور إذا كان سكند بروفيسور أو إذا كان هنالك توتر، في بعض المواد مثل ولو هذه السياسة ما موجودة عندنا كثير في جامعة كويا، مثلا في كولكولاس ممكن البروفيسور يكون موجود، في هنالك أستاذ آخر يعطي فقط توتوريال إلى آخره، فممكن يكون أستاذين، وعندنا أيضا البير ريفيور نيمز. وفي هنا يجب أن نحدد إن المادة هل تحتاج بري ريكوست أم لا، هل أكو كور ريكوست. كور ريكوست أقصد بما معنى أنه هذه المادة عندما تدرس في نفس السمستر هنالك مادة تدرس تكون مساعدة لها تسمى بالكور ريكوست، وهنالك شيء يسمى بالبري ريكوست. يعني أنا ما ممكن أدرس كولكولاس 1 بدون ما أدرس كولكولاس 2 بدون ما أدرس كولكولاس 1، ما ممكن يعني رياضيات 1 يلا رياضيات 2. وخلي في بالنا انه من الناحية العلمية الصحيحة انه نقلل المواد اللي اسمها ماثماتيكس 1 2 3، كولكولاس 1 2 3، فيزيكس 1 2 3، هذه ال 1 2 3 نحاول نقللها قدر الامكان. احنا ممكن نعطيها بكورس واحد لكن نزيد الاي سي تي اس، بدل ما نعطيها 4 ساعات نعطيها 8 ساعات، وبدل ما تكون عليها 6 اي سي تي اس خلي تكون 12 اي سي تي اس. هذا ينقذنا من هواية مشاكل، لانه كل ما يكون عدد البري ريكوست قليل كل ما عملية دراسة الطالب تكون اسهل. عملية البري ريكوست تعيق من اي ناحية، انه الطالب اذا فشل في البري ريكوست سبجكت ما ممكن ينتقل، يضطر ينتظر. فاني ليش اجزئ المواد 1 2 3 4، نتورك 1 2 3 4 الى لا، اسويها كلها يعني قدر امكان 2 او وحده بلوك، وازيد عدد الساعات ما في مشكله. طالب بدل ما ياخذ 6 مواد ياخذ 3 مواد، وحده من المواد تعادل 3 مواد، فيها 12 ساعه فيها 8 ساعات، ما في مشكله، لان بالنهايه ممكن. الان في 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 اوروبا في نوع من طرق التدريس خصوصا في الدول الاسكندنافيه انه يدرسون مادتين او ماده في السمستر في بعض التخصصات وليس كل التخصصات، لكن المادة تقريبا حوالي فيها 20 ساعة أو 16 ساعة، أي بمعنى أنا أدرس الرياضيات كامل الرياضيات في كورس واحد، أو أدرس كامل الفيزياء في كورس واحد. أنا قلت هذه في بعض التخصصات، فهذا التوجه موجود. هذه إحدى فوائد البولونا بروسس، يساعدنا أنه نختار عملية التدريس، يعطينا حرية، وبالنهاية هو ليس بديل وإنما كومبليمنتري مكمل. الفورم اللي بعده يجي اللي هو اللي هو الديبارتمنت كاتالوج. خلينا نتذكر أنا من تكلمت بالشرح مو بالتسلسل، لكن أول شيء هو الديبارتمنت كاتالوج. في داخل الديبارتمنت كاتالوج شو عندنا؟ الكوريكولوم، وفي داخل الديبارتمنت كاتالوج هنالك شيء اسمه Program Learning Outcomes أو مخرجات التعلم للقسم أو مخرجات التعلم للبرنامج، كله في داخل البروغرام. هذا البروغرام هذه مسؤولية القسم أن يضعها، هذه في معلومات بالنسبة للبروغرام Outcomes، في Overview عن القسم، في Objective يعني هذا القسم شنو Objective مالته، الأهداف هذا القسم، الـ Student Learning Outcomes. لا تنسون هو اصلا هذه السيشن هي عنوانها ليرنينج اوتكمز. انا عندي تو ليفل اوف ليرنينج اوتكمز، ليفل 1 على مستوى البروجرام ليرنينج مخرجات التعلم، وليفل 2 على مستوى الماده. فيجب ان احدد، وهذا اللي قلنا نحتاجه من كل قسم المحاضره الجايه ان شاء الله، الليرنينج اوتكمز على مستوى البرنامج. بعدين الاكاديميك ستاف، نوصف كم ستاف عندي، تفاصيل هالستاف، الاكاديميك الكواليفيكيشن، هذا كتالوج عن القسم، في احمد محمد عبد الله كاوا الى اخره، التخصصات اللينك للسي في مالتهم، الكواليفيكيشن الى اخره، الميجرز. احنا في جامعه كويا نعطي ميجر واحد في كل قسم، ما في عندنا اقسام تعطي اكثر من ميجرز، فما في مشكله. جراديويت في بعض الاقسام عندها دراسات عليا، فيجب أنه أتكلم عن الجراجويت، شنو الجراجويت اللي أنطيها بأي تخصص،
مسائل عنها. بعدين الـ ECTS هذا راح يكون common في كل الأقسام، نستخدم نفس بما يسمى بنفس الكليشة. يعني الـ ECTS قد المفروض 240 والسمستر لا يقل عن 30، وكيفية الحساب وكيفية حساب بناء على student workload وبناء وكيف نحسب الجي بي اي والجريدنج إلى بعدين الموديولز. أسوي لستة بالموديولز، لستة بال فقط لست بالموديولز اللي هنا اللي هي تكافئ الكوريكولوم. الفورم الأول اللي شرحت لكم إياه هذه هي نفس الموديولز. بعدين الكونتاكت للقسم، هذا الكتالوج نحتاج نخليه. إذا حتى نسوي هذا الكتالوج راح نحتاج شنو؟ الكوريكولوم اللي أول مرة شرحته، ونحتاج ايضا الستودنت ليرنينج اوتكمز او ما يسمى بالديبارتمنت اوتكمز. في عندي شيء اخر اسمه كورس كاتالوج. الكورس كاتالوج جدا بسيط، هو عباره عن ليست لكل المواد ترتبوها بشكل الفابيتيكالي حسب الاحرف الابجديه او حسب ورودها في السمستر، اوكي، مع ديسكريبشن فقط. فتكون المساله كالتالي: كل مادة أخلي الكود، بعدين اسم المادة، كم ECTS بأي سمستر، واحتاج ديسكريبشن أوصف هذه المادة شنو. في قسم هندسة السوفتور مثلا خلينا نقول عندنا 8 سمستر، في 6 48 مادة مثلا على سبيل المثال، فأحتاج أنه أكرر هذه 48 مرة لكل مادة. فقط هذه المعلومات، أحتاج ديسكريبشن. هذا يسمى بالكورس كتالوج. بعدين احنا نجمع الكورس كتالوج لكل الاقسام ونسوي شيء يسمى بالكورس كتالوج على مستوى الجامعه، بحيث كل المواد اللي تدرس ككود كاي سي تي اس كسمستر وكديسكريبشن، هذا يسمى فهذه الفورمز اربعتهم جاهزه موجوده في الموقع. كاستاذ يحتاج أو مسؤوليته أنه يسوي الموديول ديسكريبتر، أما بقية الثري فورمز أو الكتالوجز هذه من اختصاص القسم. هذه فيما يخص الكتالوجز والفورمز. نجي الآن على الليرنينج أوتكمز. الاوتكمز او المخرجات، مثل ما قلت في عندنا مخرجات على مستوى القسم وفي عندي مخرجات على مستوى الماده. بروجرام معناته ديبارتمنت، موديول معناته كورس، ما في فرق. نتكلم الان كيف نضع الليرنينج اوتكمز او مخرجات القسم. اي بمعنى اني لما عندي قسم مثلا قسم التاريخ، الغايه من قسم التاريخ شنو؟ ليش انا عندي قسم التاريخ؟ هل انه فقط ادرس طالب؟ اوكي، شو تدرسه وليش؟ السبب شو تتامل من الطالب؟ انه الطالب اللي يتخرج من قسم التاريخ شنو اللي ممكن يكون فهمه وشنو اللي ممكن يسويه؟ يعني دوره كجراجويت ستودنت شنو؟ هذا شيء يسمى بالليرنينج اوتكمز او مخرجات التعلم. هذه نحتاج انه نوضحها. في شيء اخر اللي هو اسمه الموديول ليرنينج اوتكمز او الكورس. فاذا اخذ قسم مثلا في 40 ماده، القسم عنده اوتكمز وعنده 40 موديول ليرنينج اوتكمز. اذا ايش قد عندي ليرنينج اوتكمز؟ 1 ديبارتمنت ليرنينج اوتكمز او بروجرام ليرنينج اوتكمز، وفي بعض الاحيان يسموها بروجرام اوتكمز، وفي عندي 40 مادة، يعني عندي 40 learning outcomes. إذن لازم أعرف ما الفرق بين learning outcomes، مخرجات التعلم بالنسبة للقسم، ومخرجات التعلم بالنسبة للمادة. الآن من يضع مخرجات التعلم للمادة؟ الأستاذ. وإحنا قلنا هنا الكور أو المحور هو الأستاذ، وهو مسؤول أن يخلي الموديول ديسكريبتر. راح أجي للموديول ديسكريبتر لاحقا نتكلم عنه ايضا في بعض التفاصيل اني فتته. اكو فرق ام لا وكيف؟ اذا نبدا نتكلم نشوف شيء جدا مهم. البروجرام اوتكمز ار ريتن ان فور ا تيبيكال
or average students. بمعنى خلي نتخيل الآتي: عندي أني degree program مثلا chemical engineering. في فرق لما أقول ماذا يتعلم الطالب عندما ينهي البروغرام ويحصل على شهادة BSc أو Bachelor of Science in Chemical Engineering، وبين أن أقول ما هي مخرجات التعلم للطالب عندما ينهي كورس اسمه كيمستري مثلا. هذا الشيء وذاك الشيء يختلفون من ناحية الأتشيفمنت، يختلفون من ناحية المخرج النهائي. ففي شيء نحاول نوضح حتى نفرق بين هذه الاثنين. Program outcomes written for a typical or average students and they